وفاة الفنانة دليل عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاماً. أعلن منذ قليل الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم ابنة الفنانة دليل عبد العزيز وفاتها عن عمر يناهز 61 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. وقال رامي رضوان في تدوينة عبر حسابه فيسبوك: أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دليل عبد العزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إن لله وإنا إليه راجعون. وأكد أيضا الفنان حسن الرداد على حسابه فيسبوك وكتب وقال: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دليل عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة. عايزة أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيبك عمرك اللي هطول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة.